ستعودون يوما يا أشواق الحرية، وسيأتي اليوم الذي تمسح به الأحزان. الحرية لكم أسرانا البواسل، والتحية لكم مشاهدينا الكرام. أهلا بكم في برنامجكم أناديكم. اليوم من أمام فرح نجلي شقيق الأسير محمود الشاعر من مدينة رفح جنوب قطاع غزة، أردنا أن نشارك الفرحة مع عائلته. ابقوا معنا. مشاهدينا الكرام، هنا الصغير والكبير أراد أن ينقل رسالة الفرح للأسير محمود الشاعر. يعني بداية معي مختار أبو محمد الشاعر، أحد وجهاء العائلة، أهلا وسهلا فيك. أهلا بك، حياكم الله، أهلا وسهلا بتلفزيون فلسطين، شرفتونا. كل تحية لك. يعني ربما الفرحة اليوم لن تكمل إلا بخروج الأسير محمود، رسالتكم اليوم له؟ أكيد اليوم يعني صراحة يعني فرحنا ناقص بحضور أخونا محمود الغالي العزيز، لكن ان شاء الله ربنا يوفق قصره قريب ان شاء الله، وباخواننا وحبيبنا واقربائنا وعائلتنا الكريمه. حضورهم كان صراحه يعني مشرف، وبنبعث له ولكل اسرانا البواسل، وان شاء الله الفرج قريب ان شاء الله، بنقول لهم الفرج قريب ان شاء الله، وان شاء الله بيخرجونا بالسلامه الكامله جميعا ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الف عافيه. ايضا معي من وجهاء العائله، اهلا وسهلا فيك. اهلا بك، حياك الله. اتمنى للاسير محمود السلامة، ونتمنى الصمود، الصمود هو لجميع الأسرى الفلسطينيين إن شاء الله. وكانت فرحتنا ناقصة إلا بوجوده، لكن وجود قريبنا حوالينا عائلة الشاعر أكثر من 20,000 شخص هنا في غزة، يعني خفف علينا المعاناة غيابه عنا، لأنه هو كان بيشاركنا في كل صغيرة وكبيرة في السارة والضارة. محمود نتمنى من الله أن يفك أسره وفق أسر جميع المؤسرين إن شاء الله من سجون. الله يحفظك. ألف عافية، مبارك الفرح. نرجع لأبو محمود. أبو محمود أبو محمد، يعني كمخاتير وجهاء، كيف إنكم تدعموا صمود الأسرى داخل السجون؟ أسرانا يعني طبعا رمز عزتنا، أسرانا هم الشموخ، هم الكبرياء، هم رمز التضحية. أسرانا طبعا بنقدم لهم كل سد الرحم، اخواننا وحبايبنا، بنتمنى لهم ان شاء الله الافراج العاجل، وبناكد وبنبعث رساله لاخونا القائد العام رئيس السلطه الوطنيه الاخ الرئيس ابو مازن على صموده بخصوص الاسرى ورواتب الاسرى وكل مستلزمات الاسرى. ومن هان ببعث رساله وتحيه واجلال واكبار لاخونا فخامه الرئيس محمود عباس، ولاخواننا الاسرى جميعا، الاخ الاسير القائد مروان البرغوثي، والاخ الاسير اللواء فؤاد الشوبكي، والاخ الاسير القائد احمد سعدات، وجميع اسرانا البواسل، والاخ الاسير كريم يونس. يعني كل التحيه لاسرانا البواسل، يعطيك الف عافيه. ابو محمد الشاعر ايضا معي من ضمن الموجودين الاسير المحرر حسن النجار. يعني اليوم اردت ان تشارك الفرح وان تجامل اليوم، وفي السابق كنت في السجون ويعني ترى كل المشاعر الفرح، كيف اليوم وجدته؟ والله الحمد لله فرحة كبيرة من ربنا، إن شاء الله عقبال عند كل إخواني الأسرة داخل الأسير. وطبعا ببعث تحياتي وسلاماتي لأخويا أبو عواد، طبعا زميل تعرفت عليه داخل الأسر وهو أخ عزيز فاضل، بهنيه وألف مبروك لأبنائه العرس إن شاء الله، ويتمم له على خير وإن شاء الله بيفرح فيهم قريب. وطبعا شرف كبير إلي إن أقف جنب العائلة في هذه الفرحة، وإن شاء الله قريبا يبقى موجود بنا. حسن، لو بدنا تنقل لنا كيف بتكون تفاصيل الفرح للأسير المحرر اللي كان بيتمنى هاي الأجواء يعيشها هو في السجون؟ طبعا بمر بفترة صعبة جدا، لأنه أنا مريت فيها بزواج بنتي، طبعا كانت صعبة صعبة للغاية، ما حدش بتصورها إلا الأسير نفسه، إنه ابنه أو أحد أبنائه بنته ابنه يتزوجه في الأسر، صعبة كتير ما بتحملها إنسان، بس ربنا اللي بصبر، والحمد لله ربنا يكرمهم بالفرج زي ما أكرمني وفرحت بإبني إن شاء الله وأولادي. الحمد لله، احنا ننسى الألام وخليك اليوم في أجواء الفرح. معي شقيق الأسير محمد عواد، شقيق الأسير محمود، أهلا وسهلا أبو عواد. الله يبارك فيك إن شاء الله، وفرحتنا يعني حلوة بوجود جماعتنا وجيراننا وربعنا،
واقفين معنا يعني وقفة رجل واحد، لكن والله في غصة في الفرحة أنه بعيد عنا، ويعني لو أنه موجود بيننا كان الفرحة بتكون أكثر 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 بكثير. لكن إن شاء الله رب العالمين بخرج من السجن، والسجن مسكرش على حدا، وشعبنا يعني أنت عارف شعب جبار وتحمل معاناة الاحتلال من سنوات طويلة. والأخ أبو مازن ما أنت شايف يعني تحدى العالم كله في ملف الأسرى والشهداء، وإحنا بنشد على إيده بنقول الأسرى والشهداء هم يعني الصمام العنفوان الثورة أو الصمود لهذا الشعب المكلوم، وبنشد على إيده الرئيس على ثباته في الملف الأسرى، وإن شاء الله بخرج أخونا بالسلامة وبكون بيننا في أقرب وقت وهو جميع الأسرى إن شاء الله رب. كانوا ما زالوا عنوان الصبر والصمود. يعطيك ألف عافية. الاسم؟ الأسير المحرر صلاح الشاعر. أهلا وسهلا صلاح، يعني أنت اليوم بمشاركة حسن لعائلة الشاعر، يعني اليوم وجودكم أكيد مهم، يعني بينقل كمان رسائل حرية لأخوتكم في السجون، شو حابين توصلوا للأسير؟ احنا بنتمنى له في البداية الإفراج العاجل يعني، والقريب يكون بين أهله وبين ربعه وبين شعبه، والفرحة اللي اليوم صارت بخصوص العرس منقوصة ومش هتكمل إلا بخروج الأخ محمود أبو عواد. وإحنا بنناشد الرئيس ونشد على إيده بأنه يولي ملف الأسرى كل الاهتمام، وهو مولية يعني صراحة، يعني هو القائد الوحيد اللي في الشعب الفلسطيني اليوم اللي مهتم في موضوع الأسرى ورواتب الأسرى والشهداء والجرحى في الوقت اللي كل العالم تخلى عنه. وأنا بوجه تحيتي وسلاماتي لإخواني اللي تركتهم أنا خلفي. أنا أمضيت 21 سنة في السجن، تركت تلة من الأسرى على رأسهم الأخ ضياء الأغا عميد أسرى قطاع غزة، صديقي وحبيبي ورافقني 20 سنة في السجن مع بعض، كنا في غرفة واحدة. وببعث تحياتي لأسامة عودة كمان من رام الله، شاب صديقي وأمضى 20 سنة كمان في السجن، وللأخ القائد مروان البرغوتي، ولناصر أبو حميد، ولجميع الأسرى المحررين الموجودين اليوم قابعين في داخل السجون، وأتمنى لهم الإفراج الكامل. إحنا يعني مبسوطين كتير إنه إحنا في الحرية، الصراحة يعني الحرية لا تقدر بثمن. لابد من تكثيف كل الجهود من أجل يعني أسرانا البواسل وأسيراتنا داخل السجون. يعطيك ألف عافية الأسير المحرر صلاح الشاعر. مشاهدينا الكرام، أيضا معي مختار أبو إسماعيل ماضي، أهلا وسهلا فيك. ميت أهلا وسهلا وألف تحية إلى تلفزيون فلسطين الذي يمثل الشعب الفلسطيني في كل مكان في الوطن والشتات، وتحية للأسرى البواسل الذين يقبعون خلف القضبان في السجون الإسرائيلية، الذين ضحوا بحياتهم قربانا لأجل الحرية والاستقلال، طبعا بقيادة الرئيس أبو مازن رئيس دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف. كل التحية لك المختار أبو حسين ماضي. معي أيضا الدكتور سمير الشاعر من عائلة الأسير، يعني اليوم في رسالة للأسير أردتم أن تنقلوها من خلال شاشة تلفزيون فلسطين، شو هاي الرسالة لي؟ إحنا بنرحب أول حاجة بالتلفزيون الفلسطين وتلفزيون الشرعية، وإحنا بنقول لأسرانا وحبيبنا وراء القضبان إحنا معاكم، لأنهم ضحوا من أجل فلسطين وضحوا بزهرة شبابهم وعمرهم وراء القضبان من أجل قضية فلسطين، وعشان إحنا نتريح كمان من أي شيء كمان من رواسب الاحتلال. فإحنا دعم إن شاء الله لسيادة الرئيس أبو مازن، ونقول له من قلعة الجنوب رفح إحنا معاك ومع الشرعية، وإن شاء الله إحنا لأي شيء تؤمر به إحنا موجودين في صفك، وإن شاء الله نتمنى لأخوي وابن عمي الأسير محمود الشاعر الإفراج القريب. وأنا بعمل نداء لكل جماعة الأسرانا وجماعتنا إنهم يصبروا، وهذا صبر إحنا يوم ولي يعني مرور الكرام إن شاء الله عمرهم يعني مش هديع سدى، لأنه إحنا بندعي لهم ليل ونهار بالفرج القريب إن شاء الله بإذن الله. وتحياتي لسيادة الرئيس محمود عباس والأخوة المناضلين وعلى رأسهم الحكومة الشرعية
بقيادة سيادة الرئيس محمود عباس. كل الشكر لك دكتور سمير الشاعر. بالفعل يعني وجدنا في عائلة الشاعر رسالة المبايعة ودعم وإسناد لسيادة الرئيس وأيضا القيادة الفلسطينية. أيضا معي نجل الأسير محمود الشاعر الأخ عواد. عواد يعطيك العافية ومبارك فرحكم. الله يبارك فيك إن شاء الله. أكيد في رسالة حابة توصلها للوالد اليوم، شو حاب تهدي له؟ بهدي له، أنا بتمنى أن يكون بيننا، ويعني فرح، أنا اليوم كانت الفرحة ناقصة من غيره، وإن شاء الله ربنا يفرجها عليه في القريب العاجل إن شاء الله. ان شاء الله ربنا يفرجها. اكيد انه المشاعر مش حتوصل كل ما بداخلك من رساله المحبه له كمان ولوجوده. اكيد يعطيك الف عافيه، شكرا لك. ايضا معي من عائله الاسير، واليوم ارادوا يشاركوا كمان اصدقاء الاسير المحرر فايق القاضي. اهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا بيكم، واهلا وسهلا بتلفزيون فلسطين، ونشكر تلفزيون فلسطين على اللمسه الجميله، اللمسه المحترمه لهذه العائله، عائله الشاعر. وطبعا هذا العرس الفلسطيني هو مهداء لكافة الأسرى ومهداء لتلفزيون فلسطين، على نشكر على قدومه لهذا المكان الجيد، ونعلنها صرخة مذوية باسم قلعة الجنوب، قلعة رفح، قلعة الصمود. هذا الفرح، هذا العرس الفلسطيني مهداء لكافة أسرانا، وعلى رأسهم الأسير مروان البرغوثي والأسير أحمد سعدات والأسير فؤاد الشوبكي والأسير محمود الشاعر أبو عواد، أسيرنا وحبيبنا وابننا، ونقول لهم سيروا إلى الأمام ونحن بطرفكم وجانبكم، ونحن صف واحد معكم، ونتمنى لكم الإفراج العاجل، ونترحم على شهدائنا، وندعي جرحانا بالشفاء العاجل، ونقول لهم إلكم علينا وعد لن ننساكم. يعطيك ألف عافية، شكرا كثير على هذه الرسالة الوطنية، وبالتأكيد إن شاء الله مبارك الفرح هنا لعائلة الشاعر التي أرادت أن تحتفل بنجليها، ولكن أن يكون هذا الفرح مربوط بنقل رسالة الحرية للأسرى البواسل والأسيرات المجيدات داخل السجون والمعتقلات. ووجودنا اليوم لكي نكمل لمسة الوفاء ونستكمل معكم برنامج أناديكم، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من منزل الأسير محمود الشاعر في مدينة رفح. ننقل رسالة الفرح ممزوجة بالحرية للأسير. هذا الأسير اليوم نشارك عائلته بفرح نجلي شقيقه، أرادوا اليوم أن تصل هذه الرسالة. معي عمة الأسير مازن، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك، أهلا فيكم كلكم. احنا شايفين اليوم ان شاء الله مبارك فرح نجن، واكيد الفرحه اكيد بوجود الاسير ان شاء الله. ان شاء الله، والله ماشي كامله عشان غايب سلامته، والله فك اسره واسر الاسره كلها يتم يا رب. السلام عليكم ورحمه الله. انا بهديك السلام يا عمتي، كيف حالك؟ كيف صحتك؟ ان شاء الله طيب وبخير. شد حيلك، السجن للرجال. كيف الشباب كلهم من عندك؟ إن شاء الله طيبين وبخير، اهديهم السلام كليتهم، إن شاء الله ربنا بفك أسرهم كليتهم بالقريب العاجل يا رب. الله يحماهم، الله معاهم، الله يرعاهم، الله يفك أسرهم. وكيف صحتك يا عمة؟ إن شاء الله طيب وبخير، شد حيلك، إن شاء الله يا رب في القريب العاجل تكونوا عندنا أنت وجميع الأسرة إن شاء الله، يطلع بالسلامة وكمان الفرحة تكون فرحتين إن شاء الله. أعمل له حفلة أكثر من هيك إن شاء الله. يعطيك ألف عافية مازن. وبأشكر التلفزيون الفلسطيني اللي أتاح لنا هذه الفرصة ليشوفنا ونشوف إن شاء الله. شكرا كثير لك، هذا واجبنا. مازن، معي أيضا شقيقته للأسير محمود. محمود أهلا وسهلا فيك. الله يسلمك، الله يخليك. بهدي سلامي لأخوي الأسير محمود عواد الشاعر،
والله يفكها عليه ويفرجها عليه وجميع الأسرى يا رب العالمين، وإن شاء الله لما يطلع تكون الفرحة فرحتين، وإحنا صح الفرحة ناقصة، لكن الحمد لله هذا قضاء الله وقدره، وبأمر الله إن شاء الله يطلع من الأسر إن شاء الله ويفكها عليه وعلى جميع الأسرى بهدي لي سلامه من أخت أم محمود لجميع الأسرى، وربنا إن شاء الله يفرجها عليهم كلهم إن شاء الله. هالرسالة أم محمود يعطيك ألف عافية. أيضا معي كمان شقيقته للأسير، أهلا وسهلا. أهلا أبكي، أنا أخته أم خالد بهدي له سلامي وإن شاء الله ربنا يفكها عليه، وإن شاء الله بطلع بالسلامة وتكون الفرحة فرحتين إن شاء الله، والحمد لله إحنا كلنا بخير ونهدي له سلامة إن شاء الله. إن شاء الله رسالة اتصال معنا بنته للأسير، تعرف عليه بيان الشاعر. بيان أهلا وسهلا بيان. بيان إحنا شايفين إنه أكيد الفرحة مش كاملة إلا يكون وجود الوالد يكون معك، وشو حابة توصلي له اليوم؟ بحب أوصل له إنه إحنا اشتقنا له كتير وقاعدة من دون مش حلوة، والله يفكها عليه وعلى بقية الأسرة كلهم إن شاء الله. شو أكتر حاجة أنت بتكوني بحاجة يعني بحاجة لوجود الوالد؟ بدون الوالد ما فيش حاجة حلوة، بس إن شاء الله بترجع هالفرحة وبيخرج الوالد بأقرب وقت. وبنكمل كمان مع أفراد عائلته للأسير، معي هالطفل الحلو شو اسمه؟ محمود. محمود شو بكون إلك الأسير؟ عمي. طب شو بدك تقولي اليوم لعمك؟ اشتقنا له كتير وناقصة الفرحة عندونه، إن شاء الله يا رب يطلع بالسلامة. إن شاء الله بيطلع بالسلامة. كمان نشوف شو اسمه؟ محمد. محمد عمك الأسير، شو بدك تقول لعمه؟ والله بالسلامة وخلينا والفرحة ناقصة عندونه. إن شاء الله الفرحة فعلاً الكاملة إلا بوجود الأسير. خالته للأسير أكيد يعني أنتوا حابين الكل يكون موجود يشارك بالفرحة، تكون المشاعر حقيقية. أسره وكل الأسرة كلهم أولادنا وكلهم عزيزين علينا، بنتمنى لهم ربنا يفرجها عليهم في القريب العاجل يا رب، وتكون الفرحة كاملة شاملة على كل فلسطيني أسير يا رب في ربوع وطنه بين أهله وبين أحبابه. وسلام لك يا خالته وأنت كل الأسرة. الأسرة فخر لنا لفلسطين، شكرا يعطيك ألف عافية. الأطفال الحلوين يتعرف عليهم شو اسمه؟ نور. شو بدك تقولي للأسير؟ اشتقت لك كثير إن شاء الله يطلعك بالسلامة، وإحنا فرحانين. إن شاء الله بيطلع بالسلامة. شو اسمك؟ فرح. فرح لعمه، عمه الأسير. شو بدك تقول لعمه؟ قولي أنا اشتقت لك يا عم. أكيد هو اشتاق لك واشتاق للنمة الحلوة، ابنه للأسير كمان، أهلا وسهلا فيه. هلا بيك. الاسم؟ أحمد الشاعر. أحمد، أكيد أحمد إنه غياب الوالد أثر فيكوا كتير، شو حابب اليوم توصل للوالد؟ حابب أوصل له كيف حالك؟ إيش أخبارك؟ كيف الصحة؟ وإحنا الحمد لله تمام بخير، وإن شاء الله بتطلع قريب العاجل، فرجك إن شاء الله قريب العاجل. وانت وجميع الأسرة ان شاء الله وحابب والفرحة من دونه مش حلوة، يعني ربنا سهلها وان شاء الله لما يطلع بنعمله فرحة اكبر ان شاء الله وجميع الأسرة. يعطيك العافية أحمد، وإن شاء الله فعلا الفرحة إلا بخروج كل الأسرة وتبييض السجون. الفرحة لم تكن كاملة في بيت الأسير محمود الشاعر، إن شاء الله تكمل بخروجه في أقرب وقت إن شاء الله. إلى هذا الفاصل ومن ثم نعود إليكم.